المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. رحبت جمهورية مصر العربية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان، مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. وأعربت مصر عن دعمها الكامل وصولا لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية. افتتح عضو مجلس السيادة الهادي إدريس مشروع تأهيل قسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى التركي بمحلية جبل أولياء، وأكد عضو مجلس السيادة حرص الدولة والتزامها بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين وسعيها نحو توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطن، معلنا استعداده الكامل لمعالجة كل التحديات التي تواجه المستشفى بما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل. تعهد وزير الطرق والجسور الاتحادي بصيانة وتأهيل طريق شريان الشمال بالولاية الشمالية، وأكد الوزير الاتحادي خلال تفقده للطريق رفقة والي الشمالية المكلف الباقر أحمد على أهمية الطريق باعتباره طريقا قومي دولي يربط بين الولايات ويعد رابطا بين مصر والسودان، مضيفا أن وزارته سخرت كل إمكانياتها لأجل تأهيل هذا الطريق الذي بات مهددا لحياة الكثيرين جراء الحوادث المرورية المتكررة بفعل الكثبان الرملية والمنعرجات التي سببتها الآليات الثقيلة والأحمال الزائدة عليه. إلى ذلك أكد والي الشمالية بإعادة الطريق إلى سيرته الأولى، مشيرا إلى أن الطريق انتهى عمره الافتراضي، متعهدا بإكمال صيانته وإكمال صيانة كل الطرق الولاية الشمالية الداخلية والخارجية. اطلع حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالولاية أحمد العمدبادي على مجمل الأوضاع بمحافظة التضامن بصورة عامة والجهود الجارية لاحتواء آثار النزاع الأخير بالمحافظة. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه محافظ محافظة التضامن فرح كباس، والذي أكد على استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية بمحافظة التضامن، متناولا الجهود التي بذلت في سبيل معالجة آثار وتداعيات النزاع الأخيرة تعزيزا للاستقرار وتمتينا للنسيج الاجتماعي بالمحافظة. وجه والي غرب كردفان المكلف خالد محمد أحمد وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية بإعداد موازنة دقيقة وواقعية تشتمل على مصادر تمويل حقيقية لمجابهة الصرف على المشروعات الخدمية والتنموية. وقال لدى زيارته التفقدية لوزارة المالية والقوى العاملة إن المواطن يحتاج للكثير من المشروعات الخدمية الأساسية، الأمر الذي يتطلب إعداد موازنة تلبي حاجته في كافة المجالات الخدمية. نفذت قيادة الفرقة 15 مشال جنينة طابور السير الطويل للعام 2022 تحت شعار دارفور سلام وأمان. وأوضح اللواء ركن أسامة عوض محمد قائد الفرقة أن طابور السير الطويل أحد مشروعات ختام العام التدريبي يهدف لتحقيق بعض الأغراض والتأكد من جاهزية الفرقة 15 مشاة لتنفيذ كل ما يؤكل لها من مهام في دائرة مسؤولياتها في تأمين الموسم الزراعي وموسم الحصاد. وقال إن توفير الأمن والاستقرار والتعايش السلمي يسهم في انطلاق العمل في المشروعات التنموية والخدمية بالولاية. المشاهدون الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعة صفحات الشروق على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.